مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضية، والبداية بأخبار منتخبنا الوطني اللي واصل تحضيراته للزوج مباريات ضد المنتخب الليبي ضمن الزوج جولات القادمة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2023 بتلعب في 2024 في الكوت ديفوار. عناصرنا الوطنية عملت البارح حصة تدريبية بحضور 11 ملاعب، 8 ملاعبية كانوا عملوا حصة تدريبية وثلاثة عملوا حصة لإزالة الإرهاق، واليوم حصة أخرى 4:30 متاع العشية باش تكون بحضور تقريبا كامل الملاعبية استعدادا للي تمت دعوتهم للزوج مقابلات الاخرين. هلا الخميس الموعد باش يكون مع الندى الصحفيه للناخب الوطني جلال القادري، ونهار الجمعه المباراه تتلعب 9:30 متاع الليل، بما انه ان شاء الله سيدي رمضان باش تلعب في الليل، في انتظار الكشف عن عمليه بيع التذاكر وعدد الجماهير اللي باش يتم السماح بدخولها. هذا الكل يتم ان شاء الله غدوه. راسلت إدارة الحكام صلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحادات المحلية من أجل إعلامها بقائمة الحكام اللي تم اختيارهم من أجل إدارة مباريات الأدوار الربع النهائية والنصف النهائية والأدوار النهائية للكاف تشامبيونز ليج وكأس الكونفدرالية الإفريقية. القائمة دي فيها زوج حكام توانسة، حكام ساحة يمكن يكون فيهم هيثم جيرات حكم فار، المهم فيها زوج حكام حسب القائمة، فيها الحكم هيثم جيرات والحكم صادق السلمي زوج كحكام ساحة، وبالطبيعة خليل حساني الحكم المساعد. الثلاثة حكام التوانسة ذوما باش يعملوا تربص في الخارة، يبدأ نهار 14 يوفى نهار 18 أفريل، تليه اختبارات بطبيعة فنية ونظرية وتطبيقية. القائمة فيها برشا حكام أهمهم من مصر: أمين عمر، محمد معروف، محمود أبو الرجال، أحمد حسين طه، محمود عاشور، أحمد الغندور، وعمر الشناوي. من المغرب رضوان جيد، سمير الجزاز. من الجزائر محمود غربال، لحلو بن براهم. من ليبيا عبد الحكيم الشلماني ومعتز إبراهيم. من أثيوبيا بملك تسيمام. من السنغال ماجيت نداي وعيسى سام. الكونغو الديمقراطية جون جاك ندالا. من مالي بوبوت راوري. ومن غانا دانيال لاريا. الحكام هذوما كلنا نعرفوهم بطبيعة كانوا أداروا برشا مباريات في تونس، هوني مع بعض الحكام الآخرين تلقاو ليستة كاملة على موقعنا موزايكا فام بوانيت. في التنس تراجعت البطلة التونسية أونس جابر بمركز في ترتيب لاعبات التنس المحترفات اللي صدر اليوم الاثنين. أونس ولات في المركز الخامس وخلات المركز الرابع لكارولين غارسيا الفرنسية. تقريبا ماش برشا تغيير أبار كونو إلينا ريباكينا اللي كانت فازت بدورة أنديان ويلز قدمت ثلاثة مراكز ولات سبعة في المركز السابع. نعطيكم العشرة الأوائل في الترتيب: إيغا شفيونتيك في المركز الأول، أرينا سابالينكا في الثاني، جيسيكا بيغولا في المركز الثالث، في المركز الرابع كارولين غارسيا، في المركز الخامس التونسية أونس جابر، في المركز السادس كوكو غوف، المركز السابع إلينا ريباكين اللي كنا نحكيو عليها توا، داريا كازاتكينا في المركز الثامن، بينيشيتش في المركز التاسع، وماريا ساكاري اليونانية تراجعت ثلاثة مراكز وفلت في المركز العاشر. أونس جابر ترجع للمنافسات نهار 23 يعني الأسبوع هذا، تلعب أول ماتش لها في التورنوا ميامي اللي من فئة 1000 نقطة. اليوم الموعد في داكار أرينا في السنغال مع المباراة الرابعة للفريق الاتحاد الرياضي المنستيري مثلنا في البال في الباسكت أفريكا ليج في الكونفرنس سهرة. الاتحاد الرياضي المنستيري يلعب مع صاحب المركز الأول رواندا إنرجي جروب اللي عنده 7 نقاط من 4 مقابلات، الاتحاد الرياضي المنستيري عنده 5 نقاط في المركز الخامس من 3 مباريات فقط. أعلن المدرب منتخب البرتغالي أقل من 19 سنة عن قائمة اللاعبين اللي تم دعوتهم لخوض مباريات ثلاثة الأسبوع هذايا. عندهم 3 مباريات يلعبوا ضد سياد تشيك وكرواتيا في دوري أمم الأوروبية لأقل من 19 سنة مش المنتخب له. القائمة ذي فيها المهاجم يوسف الشرميتي مهاجم سبورتينغ لشبونة اللي حتى التوا حسب الصحافة البرتغالية مازال ما خذاش قراره النهائي، ولكن صحيفة ريكورد المعروفة برشا في البرتغال تقول كونه الشرميتي لا ينتظر سوى دعوة من مدرب المنتخب الأول روبرتو مارتينيز. يوسف الشرميتي كان قمص أزياء منتخب البرتغال في جميع الفئات السنية، وحسب الصحافة البرتغالية ثم مساعي من الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل إقناعه بتقمص زي المنتخب الوطني. تقييم تاريخي تحصل عليه البارح كريم بنزيما بعد مباراة الكلاسيكو. كريم بنزيما وحسب صحيفة آس الإسبانية وعن طريق مبعوث الخاص لتغطية كلاسيكو البارح بين البرسا وريال مدريد في الكامب نو، الصحفي هذا معروف سيرجيو لوبيز دي فيشنتي اعطى تقييم 0/10. اي نعم 0/10 لكريم بنزيما، تقييم تاريخي ولكن في الصنص الاخر في الصنص نيجاتيف مش بوزيتيف، كان قاسي برشا الحقيقه. سيرجيو لوبيز دي فيشنتي قال تشوفوا في صوره المقال على سبور باي موزايك ولا على موزايك فام، قال كون اللاعب كان انفيزيبل 90 دقيقه ترانسبارون ما تماش، لم يكن موجود، لم يفعل شيئا، لم يطلب الكره بالشكل المناسب، لم يقوم بافتكاك الكره، لم يبسط سيطرته في منطقه 18 متر بعيد كل البعد عن كريم بنزيما اللي فاز بالكره الذهبيه، قال ما عندوش نسق، كان بطيء، لم يركض بما فيه الكفايه ولم يكن له اي مخطط لعب، وذاك علاش اعطاه 0
على 10 في المقابل كورتوا اللي كلت 3 بونتو اللي كان متسبب لمحالة في هدف مش 3 بونتو خذا تقييم 9/10. النشرة هذه وكل أخبارنا الرياضية تقاهم على موقعنا موزايكا فان بوينت.